انا نظن انه القائمه اللي قدمها بيتكوفيتش قائمه كانت كما نقول منتظره، مفاجاه واحده فقط وهي استدعاء شايبي. وانا نظن شايبي اولا نظن انه النخب الوطني لاننا نفعل القبعه، لماذا؟ لانه شايبي لما كان في قمه العطاء تاعو معناها او كان في خلاف معاه شايبي ما جاش المنتخب الوطني. اليوم شايبي هو يمر بمرحله صعيبه، النخب الوطني وجه له الدعوه اولا باش يفدلو او اسمه المغال باش يعاود حتى النادي تاعو يعاود اذا كان في مشكل ولا اعاده النظر، مثل ما حدث مع قضيه عطال لما كان عنده مشكل مع ناديه السابق، المدرب الوطني قدم له يد المساعده وجابوا المنتخب الوطني هذا من